الأخ خالد مهرة، ولي أمر طالب طفل في بستان الياسمين. أخ خالد، أنتوا أضربتوا من يوم السبت عن التعليم أولادكم في البستان، شو صح. السبب؟ صحيح، بسبب الأوضاع الموجودة في القان هذا عندنا في الحارة الحي الشمالي، الوضع المتردي أخص إشي في الحمامات الموجودة، انقطاع في التيار الكهربائي، عدم وجود ساحات للعب الأطفال، عدم وجود أي في ساحة، بس شو وضع الساحة؟ وضع الساحة مزري طبعا بشكل كبير، ملان وسخ، ملان أشياء، الحيوانات بتخطى عليها برضو غاد، فيش بتحوت بالمرة، يعني قبل كم يوم ولد طلع برا على الشارع الرئيسي ما راح يند هيك، فيش شعر يسكر على القان هنا، وكثير أشياء يعني الواحد شو بده يحكيها. قدمتوا هاي الطلبات للمجلس؟ كان عند المجلس، كان هون في بداية السنة وكان عنده علم هاي الأشياء على أساس إنه يصلحها في هاي الفترة، ولحد إسا لحد إحنا اليوم يعني في أول شهر 10 برضه بعد ولا إشي تغير تقريبا. شكرا جزيلا.